انت ما خليته ما خليته. أحمد أنا حاسد خلاص، أنت خلصت؟ أجمل وأدق وأرق ما في الإنسان، وأعمقه وأقواه، صغير حجمها ولكنها تسع الكون بما فيه من بحار وأنهار وجبال وأشجار وشمس وقمر وأرض وسماء. الحواس بها جميعا تكون حواس، وبدونها تتعب كل حاسة في تصور ما في الوجود من أشياء. هي النافذة التي ترى من خلالها الأشكال والألوان والأسماء، وتكشف الأسرار وتدفع الشرور، وبها يقدر الجمال وتدرك المعارف والعلوم، وبها يستدل على خالق الوجود. عندما ننظر إلى شيء ما، يدخل الضوء المنعكس من هذا الشيء إلى عدسة العين بسرعة فائقة مذهلة تتعدى 10 تريليونات فوتون من الجزيئيات الضوئية في الثانية الواحدة، ثم يمر هذا عبر العدسة والسائل الذي يملأ كرة العين إلى الشبكية، والتي تحتوي على أكثر من 500 مليون خلية بصرية في طبقة واحدة من طبقاتها، لتميز الضوء عن الظلام وتتحسس الألوان، ثم إنها تخزن الصورة وتحولها إلى نبضات كهربائية دقيقة تنتقل إلى الدماغ عن طريق الألياف العصبية البصرية التي يقدر عددها ب800,000 ليف عصبي. وفي الدماغ يتم تكوين الصورة النهائية وإدراكها في عملية تسمى الرؤية، فنحن ننظر بأعيننا ولكن الرؤية لا تتم إلا في الدماغ. وتستطيع العين فك شفرة مشهد مكون من ملايين المعلومات، وتميز بين ما يزيد عن 10 ملايين لون مختلف في أقل من ثانية واحدة، وبسرعة 600,000 بت في الثانية الواحدة، والبت هو أصغر وحدة قياس لتخزين المعلومات في الحاسوب. هذه السرعة المذهلة تكون بالألوان وبدقة متناهية معجزة تقدر ب575 ميجا بكسل، أي أكثر من 50 ضعفا من أحدث الكاميرات الرقمية في العالم، بالرغم من أن وزنها لا يتعدى 8 جرامات وحجمها في المعدل 25 مليمترا، وملكها الكريم سبحانه الغني والفقير. يصعب علينا أن نتحدث عن العين والإبصار ولا نذكر أعظم العلماء قاطبة في علم البصريات، إنه أبو علي الحسن بن الهيثم، والذي كانت أعماله هي الأساس الذي بنى عليه الغرب جميع نظرياتهم في هذا الميدان، سواء في اكتشاف المجهر أو التلسكوب أو في فيزيولوجيا الإبصار، وهو من إليه تنسب مبادئ اختراع الكاميرا، وهو أول من شرح العين تشريحاً كاملاً ووضح وظائفها وأجزائها قبل أكثر من 1000 عام في مرجعه العظيم المناظر. والعين من أهم عوامل الحماية والدفاع واستمرار الحياة، لما ترسله للدماغ من إشارات تحذير وإنذار، ولتحقيق هذه الدقة بصفاء ونقاء الصورة التي تنقل للدماغ، جعل الخالق المبدع سبحانه القرنية التي نرى من خلال أشياء شفافة تماماً لكي لا تشوش الصورة على الإنسان، وذلك بخلوها من أي أوعية دموية على خلاف كل أنسية الجسم دون استثناء، وجعلها سبحانه تأخذ ما تحتاج إليه من أكسجين وغذاء من خلط الماء الذي تفرزه الأنسية المجاورة. وحمى الله كل عين في تجويف عظمي بالجمجمة، وأحاطها بوسائل دهنية تعمل على امتصاص الصدمات،
ويمر من خلالها الأعصاب والأوعية الدموية والعضلات المحركة للعين، وجعل الجفون لها كالستار المتحرك يسدل على العين عند الخطر، وخلق الرموش لتكون مصفاة تمنع دخول الأتربة، وسخر الدموع لغسل العينين دوريا بمادة طبيعية فعالة جدا مضادة للميكروبات، وأبقى سطح القرنية الأملس رطبا سليما. وأودع الخالق سبحانه العين مادة تمنع التجمد، كونه لا يستطيع أن يغطيها كبقية الجسم، وإن كان في القطب الشمالي حيث تصل الحرارة إلى 70 درجة تحت الصفر. العين نافذة الروح، وعدسة الإعجاز التي أودعها الله الإنسان ليرى بها جميل صنع ربه ويتفكر في بديع آيات خلقه، وبذلك تصبح العين الإنسان أداة لهداية قلبه وإنارة دربه. قال تعالى: وفي أنفسكم أفلا تبصرون، وقال: قل انظروا ماذا في السماوات والأرض، بل وأقسم سبحانه بالبصر فقال: فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون. العلم يكشف أن الضوء شكل من أشكال الطاقة، وهو جزء من موجات كهرومغناطيسية، والعين ترى الموجات التي تتراوح ما بين 400 و700 نانومتر، ولا ترى الموجات المتبقية ما فوق وما تحت هذه الترددات، مثل أشعة إكس وأشعة جاما، والأشعة فوق البنفسجية، والأشعة تحت الحمراء، وأشعة الرادار، وكلها لها تطبيقاتها على نطاق واسع في حياتنا، لكننا لا نراها بالعين المجردة، فسبحان من أقسم بما نبصر وبما لا نبصر. وبالرغم من معجزات العين، إلا أن هناك من البشر من يعرف هذه الحقائق ولا يزال يصر على أن الصدفة هي التي خلقت الكون والإنسان. فالبصر نور العين يريك ظاهر الأشياء، ولكن البصيرة نور القلب هي التي تريك الحقائق وراء الأشياء، وبها تصبح العين أداة صلاح وهداية، وبدونها تنقلب العين أداة ضلال وغواية، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. حقا بالعين ننظر وبالدماغ نرى، لكننا بالقلب نعي ونبصر. وكما للقلب من تأثير على كيفية إبصار الأشياء ورؤيتها على حقيقتها، فإن لما تبصر العين من أشياء تأثيرا على القلوب وسلامتها. فالبيئة البصرية التي تحيط بالعين فترة من الزمن تضع بصمتها الواضحة على القلب والروح وطرق إدراكهما ومعالجتهما للأحداث التي تمر بهما. فإطلاق البصر سبب لأعظم الفتن، فالعين مرآة القلب، فإذا غض العبد بصره غض القلب شهوته، وإذا أطلق العبد بصره أطلق القلب شهوته، ونقش في قلبه صورة تلك المبصرات. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. لا يوجد قانون وضعي واحد على وجه الأرض يلزم بغض البصر. غض البصر مدرسة تهذيب النفس في الإسلام. غض البصر يورث القلب نورا وإشراقا يظهر في العينين والوجه والجوارح، ويفتح أبواب العلم. شكى الشافعي يوما لأستاذه وكيع سوء حفظه، فقال: شكوت إلى وكيع سوء حفظي، فأرشدني إلى ترك المعاصي، وأخبرني بأن العلم نور، ونور الله لا يهدى لعاصي. يقول الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم: إن النظرة سهم من سهام إبليس مسموم، فمن تركها مخافتي أبدلته إيمانا يجد حلوته في قلبه. وقال سبحانه وتعالى: يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. كل الحوادث مبدأها من النظر، ومعظم النار من مستصغر الشرر. كم نظرة فتكت في قلب صاحبها، فتك السهام بلا قوس ولا وتر. كان العلم سابقا يعتقد بأننا عندما ننظر للأشياء أو نرى عملا يمارس أمامنا ينشط فقط مركز الإبصار في الدماغ، لكن العلم الحديث يثبت أننا عندما نرى عملا يمارس أمامنا فإن الخلايا العصبية المسؤولة عن القيام بهذا العمل الذي نراه تنشط كذلك في الدماغ، وكأننا نحن الذين نقوم بهذا العمل. وأطلق على مثل هذا النوع من الخلايا العصبية اسم عصبونات المحاكاة، لأنها تحاكي العمل الذي نراه.
وتعتبر عصبورات المحاكاة من أهم الاكتشافات الحديثة في مجال علوم المخ والأعصاب، وهذا يفسر إحساسنا بمعاناة الآخرين وآلامهم، وكأننا نشعر بها حقيقة ونتعاطف معهم، وهو تحقيق أن الله خلقنا من نفس واحدة، ويمكن أن نشعر بالتراحم والتعاطف لبعضنا كجسد واحد. مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. ولكن عصبونات المحاكاة كذلك تفسر ما يستشعره من يطلق لعينيه عنانهما ويشاهد فيلما إباحيا، فهي ليست مجرد رؤية، ولكنها تنشط مراكز الجنس في الدماغ كأن المرأة يمارسها فعلا بمجرد النظر إليها. وصدق الرسول الكريم الذي لا ينطق عن الهوى حين قال قبل أكثر من 14 قرنا في حديث متفق عليه: العينان تزنيان وزناهما النظر. عندما يذكر الحسد تذكر العين، فما علاقة العين بالحسد؟ الحسد الذي يعرف بأنه بغض نعمة الله على المحسود وتمني زوالها، فهل هما نفس الشيء؟ وما موقف الإسلام منهما؟ جاء الإسلام ومعه المنهج الرباني، فأقر أمورا كانت قائمة في الجاهلية وأبطل أخرى، مما أقر وجود الحسد والعين. قال صلى الله عليه وسلم: العين حق، ولو كان شيء سابق القدر سبقته العين. وقال: لا يجتمع في جوف عبد الإيمان والحسد. فالحسد في الحقيقة نوع من معاداة الله، لأن فيه كرها واعتراضا على قضاء الله أن جعل النعمة في غير الحاسد، وهو من أمراض النفوس. ومنهم من فرق بين الحسد والعين فقال: الحسد يتم بمجرد معرفة الحاسد بنعمة المحسود، سواء بالرؤية أو السماع، وأما العين فلا تتم إلا برؤية الناظر للشيء أو الشخص المنظور، كما عرفها ابن القيم في الزاد أنها سهام تخرج من نفس الحاسد أو العائن تجاه المحسود أو المعين، تصيبه تارة وتخطئه أخرى. وهذا الفهم يرجحه علم الطاقة الحديث، فكل ما في الكون هو صورة من صور الطاقة بما في ذلك الإنسان، وهذه الطاقة تؤثر في الإنسان سلبا أو إيجابا، بل إن الجهاز العصبي في الإنسان ما هو إلا نظام طاقة منضبط منتظم. وقد أثبتت دراسات عديدة أن الطاقة الكهرومغناطيسية التي يصدرها الإنسان يمكن أن تؤثر فيما حوله، ومن هذه الدراسات دراسة قام بها الدكتور هيروشي موتوياما مدير معهد النفس الديني في طوكيو، حيث صمم جهازا دقيقا لقياس الطاقة المنبعثة من جسد العين الضارة، واستطاع تحديد بؤرة هذه الطاقة بين العينين، فصاحب العين له قدرة على إيقاظ هذه البؤرة، فتنساب الطاقة من جهازه العصبي لتؤثر على الشخص المصاب. بل وأثبت الطبيب النفسي الأمريكي دكتور كولين روس أن العين البشرية قادرة على إرسال انبعاثات كهرومغناطيسية. وقد نشرت الدراسة بعنوان الأسس الإلكتروفيزيولوجية لمعتقد العين الحاسدة الشريرة، وتم إثبات ورصد هذه الطاقة بدقة باستخدام قطب كهربائي حساس جدا داخل نظارات ذات عزل كهربائي، للتأكد من أن هذه الطاقة تأتي من العين مباشرة. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر العائن، أي الذي أصاب غيره بالعين، أن يتوضأ ثم يغتسل منه المعين، أي المصاب بعين غيره. هذا الأمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم للعائن الحاسد أن يتوضأ ويغسل وجهه، يفسر ما نعرفه الآن من أن مصدر الطاقة الحاسدة تخرج من العينين وبينهما، بينما أكد صلى الله عليه وسلم على المحسود المعين أن يغتسل كاملا، حيث إن طاقة العين لا يعرف بالتحديد أين أصابت من جسد المعين. وخير وقاية من هذه العين الشريرة الحاسدة الإكثار من قراءة المعوذتين اللتين أهداهما الله لنا للحفظ من شر كل حاسد إذا حسد. إن العين درة ثمينة لا تقدر بثمن، أسماها خالقها الحبيبة والكريمة، فقال جل في علاه في الحديث القدسي: إذا أخذت من عبدي كريمته أو حبيبتيه فصبر لحكمي ورضي بقضائي لم أرض له ثوابا إلا الجنة
وقال الرسول صلى الله عليه وسلم: عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله، وعين باتت تحرس في سبيل الله. لا غرابة أنهم قالوا أن عين الشيء هي جوهره وحقيقته، وأن العين مرآة النفس، فهي تفرح لفرح الإنسان، فيكاد الفرح يقفز بها فتبتسم ابتسامة لا يقدر على اصطناعها أو إخفائها إنسان، فهي لا تعرف الكذب كالشفة واللسان، تحسن لحزن صاحبها فتعبر عن مشاعره الدفينة بما تعجز عنه الكلمات والعبارات والأقلام. عجيبة كيف تقدر على حمل أكثر المعاني تضادا، بل وكيف تعبر عن كل مشاعر وعواطف الإنسان، فهي تحب وتبغض، تضحك وتبكي، تعطي وتأخذ، ترضى وتسخط، تأمل وتيأس، ترغب وتتمنع، تضطرب وتهدأ، تعذب وترحم، وتبني وتهدم. العين تبدي الذي في قلب صاحبها من الشناءة أو ودا إذا كان، إن العدو له عين يقلبها لا يستطيع لما في القلب كتمانا، وعين ذي الود ما تنفك مقلتها تبدي له محجرا بشا وإنسانا. فالعين تنطق والأفواه صامتة حتى ترى من ضمير القلب تبيانا، ومن فقد بصره لم يكن شيء يعوض فقده إلا البصيرة. اللهم إنا نسألك تمام حفظ البصر وكمال سلامة البصيرة.